أكبر والشعب سيكون له قصد. طيب تكلمنا عن رسائل الداخل، لكن بالعودة إلى رسائل الخارج، تبكير الانتخابات الرئاسية، إجراء تعديل على خارطة الطريق، إنجاز خارطة الطريق بشكل عام، دستور رئيس دولة وبعدها انتخابات برلمانية، في ضوء أنه كان في تشكيك من العالم الخارجي بشكل أو بآخر أو بشكل متباين من دولة الأخرى على أن احنا فعلا هنقدر أن احنا نمضي في خارطة الطريق تحقيق آخر الاستحقاقات اللي علينا. هل نتوقع في الفترة القادمة بعد إعلان رئيس الجمهورية عن موضوع الإجراءات الخاصة والترتيبات بانتخابات الجمهورية أنه يبقى فيه زيارات من مسؤولين غربيين يدرسوا المشهد، مين اللي هيترشح إلى آخره زي ما كان بيحصل دايما؟ متوقع أن يكون في حالة من في الأيام القادمة. المجتمع الغربي تحديدا الآن عيونه شاخصة باتجاه القاهرة وقلوبه معلقة كثيرا بتداعيات الموقف السياسي والأمن في مصر، وبالتالي ما حدث في الأيام الماضية أحرز نوع من أننا وجدنا أن الاهتمام كان بمؤتمر جنيف الخاص بسوريا وما حدث في سوريا. وجدنا في الأيام الثلاثة الماضية الإعلام والمسؤولين الغربيين والأمريكان حتى يخرجون علينا بين كل ساعة وساعة وبين ليلة وضحاها بتصريحات وبيانات شديدة الأهمية فيما يتعلق بمتابعة أو تدقيق المسار السياسي ومشهد السياسي المصري. وبالتالي هذا في حد ذاته يمثل نوع من الاهتمام والانعطاف الدولية على متابعة ما يجري في مصر بدقة متناهية، لأن أي تأثير أو خلل في المسار السياسي المصري سيكون له تداعيات على منطقة الشرق المنطقة العربية وأيضا لدى المصالح الأمريكية والأوروبية التي تسعى جيدا إلى توفير أكبر قدر من الأمن والاستقرار في هذه المنطقة وصولا إلى الهدف الأسمى هو على الأقل وهذا هو العنوان الرئيسي الذي فيه اتفاق بين كافة دول المنطقة والولايات المتحدة الأمريكية. عندما يحرص الاستقرار يضمن أن المصالح تسير بشكل طبيعي ويضمن أن المنطقة بعيدا عن المناوشات أو التجاذبات الأمنية وعدم الأمنية. أرى أن ما حدث من الإعلان في المضي قدما في خريطة الطريق أمر إيجابي يتقبله بنوع من الارتياح والأريحية، لأنه يصب في خانة أن الالتزام الذي تعهدت به الدولة المصرية أصبح قائما وهناك مضي في خريطة كانت العواقب وكثير من الحواجز التي تسعى جماعة الإخوان لوضعها في الطريق، كما وجدنا من أعمال عنف ومظاهرات كل يوم جمعة وأيضا دعوات لحرق مصر وما إلى ذلك على مؤسسة الدولة. أرى أن المجتمع الدولي الآن أصبح لديه بينة أو على علم كامل بتفاصيل المشهد من خلال إصرار الدولة على ضرورة أن يكون هناك تنفيذ أمين خريطة الطريق، في نفس الوقت هو يرى ويشاهد أن جماعة الإخوان المسلمين تأبى أو ترفض التعاطي مع المشهد الأمني وإحداث حرائق متنقلة أو ما بقاليش لحجة خلاص انتهت تماما يعني قائم. ان هو مش فاهم المشهد المصري، المشهد المصري واضح جدا واضح للي عايز يفهمه. اعتقد ان ما حرز في الدستور يوم 14 و15 كان افضل رد عملي من قبل الدولة المصرية على الخارجية، لان الدولة التزمت باجراء هذا الاستفتاء ووفرت له الامن والاستقرار والحاضنة الامنية. وجدنا طوابير طويلة امتدت لعدة كيلومترات والمراقبين اتوا من كل المؤسسات الاقليميه والدوليه شاهدوا بام العين على مدار 3 أيام او يومين حاله الصفاق بين المصريين وحاله السعاده والفرحه، حتى انه تحول الى احتفال كرنفالي فيما يتعلق بضروره الرغبه في المصريين والحكومه ايضا في ضروره ان يكون هناك اسراع بخريطه الطريق. الان رئيس الجمهوريه بعد 3 أيام من اقرار يخرج على الشعب الان ويعلن تعديل خريطة الطريق وأيضا دعوة اللجنة الرئاسية العليا للانتخابات بضرورة الإسراع بالانعقاد غدا ووضع السقف والأطر الزمنية المحددة أو فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية وتحديد موعد هذه الانتخابات، وهذا في حد ذاته أمر مشجع يضمن ثوابت الموقف المصري وأيضا التزام أمام المصريين وأمام العالم أن الدولة جادة في قرارها أو في خريطة الطريق مهما كانت التحديات، وأن تلك الجماعة الآن نالت كثير من الغضب والرفض الدولي، وأن لحظة ما لتوفير هذه الحاضنة أو هذا الدعم أصبح الآن حالة تململ عما تفعله هذه الجماعة، حتى أنني وجدت بعض الكتاب في مصر بدون ذكر أسماء صحف اليوم المستقلة دعا جماعة الإخوان لإنهاء أعمال عنف وأيضا التخلي عن مظاهرات الجمعة لأنهم يخسرون كثيرا في الشارع المصري. وجدت أيضا في الأمريكية بالأمس واليوم نغم التحول عن الدعم الذين وفروه في لحظة ما لتلك الجماعة وتحدثوا عن العسكر وعورة العسكر. الآن ما حدث في الاستفتاء طيب هو أستاذ
كبيرا في تغيير المواقف ايجابيا. افترضنا انه تغيير المواقف ده مطلوب ومساله وظاهره هيحدث صحية بشكل تدريجي وظاهره صحيه وهيحدث بشكل تدريجي ومساله عقلانيه انه الانسان يغير مواقفه تكتيك المرحله اللي هو فيها. لكن يعني اضافه للنقطه دي حضرتك تحدثت منذ قليل الى انه المجتمع الدولي بدا يغير مواقفه وربما يرد هذه المقولة مش بالضرورة مقولة حضرتك ولكن ممن يتابعون هذه الحلقة انه هو بيبني مواقفه على اساس مصلحته. فالمسألة متعلقة بالإخوة بنجاح خريطة الطريق في مصر، هو بيبحث عن مصلحته سواء في المنطقة في تأمين اصدقائه او في تأمين دولة مثل اسرائيل او ما شابه ذلك او مصالحه. السؤال الى اي مدى انه في رهان على انتصار مصر على الإرهاب وحتما بإذن الله ستنتصر في ضوء مثلا العملية المتعلقة بمقتل 5 من الطيارين والعسكريين بالأمس، وطبعا لسه التحقيقات العسكرية بتجري في هذه العملية، لكن معروف أن هي ربما لن تخرج عن سيناريو من 2 أو 3 بالكثير. إلى أي مدى حضرتك شايف إمكانية القضاء على الإرهاب وانتصاره والانتصار عليه في الـ في, الـ في الوقت القريب اللي ممكن يحقق لها الامن والاستقرار حقيقه؟ دعنا نتفق انه في اي حال من الاحوال لا يمكن لمجموعه ارهابيه، اي جميع الارهابيه، ان تنتصر على اراده وقرار الدوله ايا كان هذه الدوله. نعم. لدينا تجارب عديده في المنطقه تعكس ان هناك انتصار للدوله والشرعيه في نهايه الامر. تجربه الجزائر، تجربه حتى في الصومال، حتى في العراق، لا يمكن باي حال من الاحوال لتلك المجاميع الارهابيه ان تحقق اهداف وتحرز نتائج فيما يتعلق بمواجهه دوله وجيش وسلطه وقوات امن. مهما طال حجم الارهاب ومهما لجأت هذه الجماعه من اعمال عنف وتوتر لن تستطيع احداث نوع من الاختراق الكامل داخل الدوله المصريه وداخل مؤسسات الجيش والشرطه بما تمتلك مقومات قوه. ولدينا تجربه صريحه وانا عشتها، تجربه الجزائر. أحدا كان يتوقع في لحظة ما أن جبهة الإنقاذ في الجزائر التي كانت تضاعف التسعينات أعداد عشرات المرات، وأنا رأيت هذه الصور بنفسي بعد ذلك في التسجيلات في الجزائر، استطاعت الدولة المصرية وزارة الدفاع الدولة الجزائرية 97 وطال حتى عام 2000 القضاء نهائيا على أكثر من 40% من الذين كانوا يمثلون جبهة الإنقاذ. وبالتالي والجزائر برغم محدودياتها وأعمال العمق لم تكن تمتلك مقومات القوة والحضور الأمني والعسكري كما تعيش مصر، لأن جيش مصر جيش قوي لديه إمكانيات عسكرية وأمنية قوية. وبالتالي القوات الموجعة والأمن الوقائي الذي لعب دورا كبيرا في تفكيك كثير من الشبكات في مصر وفي سيناء طيلة الأسابيع والأشهر بعد عزل مرسي وثورة 30/6 استطاع أن يقلل حجم الخسائر، وبالتالي أنت استطعت أن تقطع أكثر من 3/4 الطريق ولم يعد يتبقى غير 25% أو 20%. وهذا المسألة وهذا الأمر سيحتاج مع قادم الأيام الانتخابات الرئاسية إلى إعادة النظر في المنظومة الأمنية وتوفير آليات جديدة للتعاطي الأمني مع كل هذه التنظيمات أو كل هذه الأفعال الإجرامية أو الإرهابية تحديدا. الجمهورية أشار في كلمته إلى أنه لن يعني يكون هناك تردد في اتخاذ الإجراءات الاستثنائية في حدود القانون المطلوبة للقضاء على الإرهابية. إلى أي مدى حضرتك كان في كلمة متوقعة النهاردة مثلا من رئيس الجمهورية وما سمعتهاش؟ أعتقد أن كنت أتوقع من رئيس الجمهورية أن يحدد لأحد هذه الإجراءات من الشارع المصري، هو أطلقها بالمطلق وقال أنه سيلجأ إلى اتخاذ إجراءات استثنائية حالة تشمل يعني حالة الطوارئ، فرض أحكام عرفية، محاكمات ثورية. ده ممكن يحصل في غضون الفترة اللي بيتحدث فيها هذا رئيس الجمهورية، أعتقد أن رئيس الجمهورية في حدود يعني شهرين مثلا إذا افترضنا صحة هذه الفترة. أعتقد أنه رهن الموقف على تداعيات إذا حصل تصعيد أو نوع من الخرق أو نوع من الإرهاب العنيف، أعتقد أن الدولة ستلجأ في الوقت المناسب وفي المكان المناسب لاتخاذ مثل هذا القرار. وبالتالي هو وجه مجموعة من الرسائل التحذيرية داخل لتلك الجماعات الإرهابية وأيضا الخارج أنكم لا تسعوا في ساعة ما أو في لحظة ما إلا إلقاء اللوم على مصر وتتحدثون عن عودة الدولة البولوسية أو الدولة القمعية. نعيش الآن في أوج معركة، أعتقد أن الإرهابيين لم يتركوا أخضرا أو يابس في الدولة المصرية. وبالتالي رئيس الجمهورية من خلال هذه الإشارة أراد أن يرسل هذه الرسائل يكون في يقين أو يستقر في يقين وعقل الجميع سواء التنظيمات الإرهابية أو الخارج أنه عندما تحين اللحظة المناسبة أو إذا تعكرت الأجواء بشكل كما حدث يوم تفجير مديرية الأمن وعمليات تفجيرات متنقلة في مصر سيكون هناك
مشهد آخر وقرار آخر وأدوات أخرى يتم التعاطي أو التعامل معها مع هذه التنظيمات. عديدة وقنوات يمكن اللجوء إليها في الوقت المناسب، لكنه أعتقد أنه كان عليه أو حريا بالأمر. بتستشعر أنه كان في تحذير قوي وواضح من رئيس الجمهورية في مواجهة هذه العملية؟ أعتقد أن هذه التحذيرات أخذت شيء من الاهتمام اليوم، حتى أنك أعيدك لكثير من وكالات الأنباء ومحطات التلفاز العالمية ركزت، لم تعد تركز على تعديل خريطة الطريق الانتخابات الرئاسية قبل البلاغية، ركزت على الخمس أو الثلاث دقائق الأولى. خلاص هنخلص، فأنا عندي بس سؤال واحد بسرعة كده، لأن إحنا كنا في الفقرة الأولى بنسأل كده عن انعكاسات هذه الكلمة على الشارع السياسي، على القوى الوطنية والأحزاب. هل تتوقع أنه يحصل نوع من التوحد يعني، وأن يتم اختيار أو التفاف حوالين مرشح بعينه من مرشحين الرئاسة بخلاف ما كان يحدث من تفتيت في انتخابات سابقة؟ التوحد الكامل أعتقد أنه سيكون أمر صعب للغاية، الاختلاف أمر صحي، وبالتالي سيكون هناك أغلبية مطلقة كما حدث في الأيام الماضية ورأينا في الساحات والميادين وفي احتفالات أمس في تحرير وكثير من المحافظات المصرية، أن هناك أغلبية تسعى إلى توفير سقف سياسي أو غطاء سياسي لمرشح بعينه وهو وزير الدفاع الفريق عفوية. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نوفر نوع من الإجماع الكامل على شخص ما، خاصة أن هناك تباين واختلافات كثيرة في المشهد السياسي. هناك جماعة تمثل 10-15% بما فيها الجماعات عباءة هذه الجماعة الإرهابية، وأيضا هناك كثير من بعض التيارات الثورية لم يكن لديها رغبة في تحديث نوع من التوافق على شخص عبد الفتاح السيسي، وبالتالي هذا الرجل ربما يحظى شعبي وظهير سياسي يعادل من 80-75% كما توقعنا في الدستور المصري. وبالتالي أرى أن حالة الإجماع الكامل لن تتوفر، لكنك تستطيعين أن تؤكد سيكون أغلبية مطلقة منذ اليوم الأول لهذا المرشح، وهي التي دفعته إلى ضرورة التمسك بالترشح وعدم التخلي أو إعطاء ظهره كما تحدث الرجل في قبل الخطاب الذي وجهه أو في اللقاء العملي الذي كان فيه كثير من المثقفين وبعض الفنانين ورجال السياسة في مصر. وبالتالي أرى أنه سيخوض الانتخابات بالفعل إذا استطاع من خلال هذا البرنامج أن يوفر عوامل نجاح كثيرة ويعطي أطر زمنية أو سقف زمني لتحقيق أهداف بعينها فيما يتعلق بالملف الأمني والملف الاقتصادي وملف العدالة ومعالجة القضايا الإرهابية. لكن لو فاجئنا الفريق السياسي أن يكسب كثيرا أنه فعلا مش هيترشح للرئاسة، عقول وقلوب المصريين تفتكر أنه ممكن يبقى في مرشح محتمل قادر على التوحيد وفقا للفكر اللي أمل بتطرحها غير الفريق السياسي؟ هذا أمر أعتقد أنه لا محل له من الأعراب السياسي ولن يكون لك قابلية، وربما نعود إلى ميدان التحرير بعد 6 أشهر أو عام كما حرص محمد مرسي. أطرح على حضرتك السؤال، وإن كان دوت مش بالضرورة موقف سياسي مني، لكن في النهاية لازم نفكر في كل الاحتمالات. احنا بتهيألي كده حلقتنا انتهت النهاردة يا أمل، بنشكر حضرتك شكر جزيل. أستاذ أشرف العشري جريدة الأهرام والكاتب الصحفي بها على تشرفنا النهاردة في من القاهرة. شرفتنا يا أستاذ أشرف النهاردة، وبنشكر كمان حضراتكم لمتابعة هذه الحلقة من القاهرة.